وفي تاني ملفاتنا مشاهدينا، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية القرى وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف المحافظات، من هنا شهد دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة نشاط كبير خلال 2023، وده كله كان لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت بين أبناء القرى، وكمان رفع مستوى معيشة المواطنين. إجمالي عدد المشروعات مشاهدينا التي تم تمويلها خلال عام 2023 بلغ حوالي 10269 مشروع بتكلفة وصلت ل 2,700,000,000 جنيه، ونجحت هذه المشروعات في توفير حوالي 149,000 فرصة عمل، وكمان نقدر نقول من المستهدف خلال عام 2024 بإذن الله تنفيذ المئات من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4,000,000,000 جنيه. تعالوا نتعرف أكتر على تفاصيل هذه الجهود من خلال العرض التالي، ونعود مرة أخرى في هذا الصباح. أتكلم مع حضراتكم أكتر عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واللي قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعم الكامل لها من خلال الجهات المعنية المختلفة في الدولة المصرية برؤى متخصصة. نتحدث مع دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد صباحك كله خير. صباحك زي الفل فنان. أهلا بحضرتك. ومبدئيا كده يعني الأرقام، إحنا بنتكلم في 2023 فقط، يعني المشروعات بلغ عددها حوالي 10269 مشروع بتكلفة 2,700,000,000 جنيه. هذه الأرقام اللي وفرت كمان خلال هذا العام فقط 149,000 فرصة عمل، دلالة هذه الأرقام على نمو الاقتصاد، على صلابة الاقتصاد المصري، بتقراه إزاي كمتخصص؟ طبعا ده بنقول ان عندنا دولة وضع مستهدفات ليها وبتحققها على ارض الواقع. من اهم هذه المستهدفات طبعا اللي تخص الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والاقتصاد المصري، تخفيض معدل البطالة، التمكين الاقتصادي، واحنا شايفين دوت اللي على ارض الواقع. النهارده لما بتكلم على ما يقرب من 150,000 فرصة عمل، اعتقد ده شيء ايجابي جدا في ظل وقت استثنائي بيمر به العالم. لما بتكلم النهارده على استثمارات حكومية لتمويل مشروعات اللي هدفها التمكين الاقتصادي للمواطن المصري، بتكلم على 2,700,000,000 جنيه. اعتقد ده برضو بيدينا مؤشر ان الدولة عندها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، وده زي ما هي كانت بتستثمر في مشروعات قومية لم تغفل النهاردة الاستثمار في الجانب المشروعات الصغيرة متناهية الصغر اللي هو في الاساس هو بناء للمواطن المصري. فالنهاردة بنشوف بشكل اقتصادي الدولة اشتغلت زي ما اشتغلت على المؤشرات الاقتصادي الكلي في شكل مشروعات قومية واستثمارات عامة، لم تغفل الدولة المواطن المصري في تحويله الى ممكن يبقى في يعني محتاج لاعانه، ان هو يبقى النهارده هو المعين لنفسه وهو البادئ بشغله لعجله الانتاج. بالظبط كده. انا بتكلم النهارده على مشروعات اللي بتحول المواطن من حاله العوز الى التمكين الاقتصادي، ويبقى هو اللبنه للمشروع اكبر يدعم بيه نفسه ويدعم بيه الاقتصاد المصري. بالتأكيد. يعني خليني برضو يعني أرجع للنقطة اللي ذكرتها في البداية، بأن كمان المستهدف في 2024 هذا العام بإذن الله تنفيذ المئات من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة بتقدر بأربعة مليار جنيه، يعني احنا بنتكلم على الضعف هذا الرقم في 2023. يعني دكتور محمد، اسال حضرتك رؤيتك برضو، بتشوف ازاي اثر هذه المشروعات بدعم من الدوله على حياه المستفيدين منها، سواء من الشباب بشكل خاص وعلى كمان الاقتصاد بشكل عام ان صح التعبير؟ طبعا
طبعا هو صح التعبير جدا. النهارده الموضوع ليه بشقين، ليه بعد اجتماعي، وده يمكن بنشوف مردود النهارده زياده الانتماء وزياده الوعي النهارده. خلينا نقول ان بقى في شعور بيترسخ لدى المستفيدين من هذه المشروعات ان الدوله بصت لهم. يعني خلينا الناس كانت بتعاني دايما بتقول ان الدوله مش شايفانا، الدوله بعيده عننا، لا النهارده الدوله بتمد يد العون، ومش كلام، النهارده مش فرص تمويليه فقط، يعني مولتهم النهارده بتأهل، بتوفر لهم تسويق منتجاتهم، بتدعمهم باقامه المشروعات وباقامه المعارض اللي بتنفذها الدوله، وبيكون بالمجان الخدمات اللوجستيه والقانونيه اللي بتقدمها. كل هذه الامور طبعا اللي خلينا نقول برضو ان يمكن في مشكله ان مش كل الناس عارفه هذا الكلام، لكن النهارده بتكلم على حجم مشروعات كل يوم في ازدياد. اعتقد ده بشق الاجتماعي شق مهم جدا، والموضوع خلينا نقول برضو ان هو معدي. النهارده اللي بيحس بالايجابيات بيبتدي ينقلها للي بعده. عشان كده بنقول اذا كانت الدوله استهدفت النهارده ما يزيد عن 10,000 مشروع، اعتقد ان العام القادم مع زيادة الوعي وزيادة المعرفة ان الدولة بتقدم مشروعات قابلة للزيادة، فعشان كده بنقول حجم الاستثمارات بيزيد يوم بعد يوم. يعني استكمالا لهذه الجزئية واخيرا دكتور محمد، بتشوف ازاي برضو فكرة اتاحة الدولة لقروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات بمختلف مجالاتها؟ يمكن هو دوت ليس بجديد على الدولة، لكن هي طبعا دائما ما تبقي العجلة الانتاجية في شكل دعم نقدي وشكل دعم يعني المبادرات التمويلية في حد ذاتها، وهي مدعمة في مره اخرى. فاعتقد ان هو دوت يعني الاستثمار في العنصر البشري واتاحه فرص التمكين للجميع، وطبعا اعانه مباشره من الدوله لهذه الفئات في شكل تمويلهم من جهه، وفي شكل دعمهم بفوائد ميسره جدا، بالاضافه طبعا اللي احنا قلناه ان هي بتدعمهم في بالفعل اخراج الامور والتسويق منتجاتهم. بالتاكيد انا بشكرك على وجودك معانا دكتور محمد البهواش الخبير الاقتصادي، وحديثنا عن المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر.